حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أهلا بحضراتكم. الحقيقة يمكن في الآونة الأخيرة أثير الكثير من الجدل حوالين المنحوتات بتاعتنا وحوالين طريقة صيانتها وحوالين تجميل الميادين وتجميل شوارع مصر بإبداعات أبنائها من فنانين تشكيليين عظام يستطيعوا أن هم يضفوا جمال على هذه الأماكن، ويتسرب الجمال ليغزو كل القلوب ووجدان الشعب المصري. كمان أثير ما يتعلق ببعض المنحوتات اللي يعني كان فيها قبح في إعادة صياغتها أو صيانتها. احنا النهاردة معانا نحات له أسلوبه الخاص وله رحلة طويلة جدا مع الإبداع، وخاصة في تطويعه وقدرته على تطويع خامات بعينها زي خامة النحاس وزي خامة الجرانيت، وهو أبدع في المجالين دولت وغيرهم من خامات. لكن هنا بنحاول ان احنا نتوقف عند القيم الجمالية لأعماله. برحب بالفنان والنحات والمثال السيد عبدو سليم. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن فكرة النحت فكرة ليست بعيدة عن المصري، وهو أول من صاغ وعلم الحجر إزاي يعني ينطق بالمعاني والتعبير والجمال، وعلم أيضا خامات أخرى غير الحجر. طبعا. وأعتقد أن مصر القديم كمان استخدم النحاس وعمل تماثيل يعني في وقت مبكر جدا من فجر التاريخ. طبعا. فإلى أي مدى حضرتك بترى عملك امتداد لهذا المصري القديم؟ طبعا وطبعا إضافة لكلام حضرتك أن مصر علمت العالم كله النحت. يعني النحت لو جينا نتكلم على فن النحت فهو مصري منذ فجر التاريخ حتى الآن، أو حتى نهاية الدولة الفرعونية من حوالي 2000 سنة، كان المصري القديم يقيم العمل النحتي ببراعة مذهلة جدا، سواء من الأحجار الصلبة اللي بلندهش حتى الآن. إزاي الفنان قدر يصنع هذه الأعمال في هذا الزمن من 5000 و10000 سنة؟ لأن أنا في تصوري أن الحضارة المصرية تمتد إلى أبعد من ذلك، وهناك أراء تقول أنها في إلى 30000 سنة. فلكن إحنا بنقول أن النحت استخدم في مصر القديم على أساس أنه تحس أن كمية الأعمال اللي اتعملت في الحضارة المصرية القديمة من الأسرة الأولى حتى الأسرة الثلاثين، مرورا بالدولة القديمة والدولة الحديثة والدولة الوسطى، تحس أن الشعب كله كان بيشتغل في الفن، كان شعب متربي على أسس الفن. قيم الفن المصري القديم لها أصول وجذور ارتبطت بالعقيدة الإسلامية المصرية الفرعونية، لأنه كان يعتبر فن جماعي، وبالتالي مش فنان أو اتنين أو ألف أو 10000 عملوا الفن، لا ده كان تقريبا نص الشعب كان شغال في مهنة الفن والنحت وتجميل الحوائط وتجميل المقابر وتجميل المنازل. كل ده كان له ارتباط شديد جدا بفن النحت. طبعا أي نحات بيمر على الفن المصري القديم بيبقى له تأثير سحري، تأثير كبير جدا في شكل العمل النحتي. لما بندخل المتحف المصري القديم في القاهرة بنشوف خبرات النحات القديم حتى الآن. هو الأستاذ عمل التمثال ده ازاي اللي هو النحاس؟ يعني كان في أياميها مسبك بيعمل فيه القالب دوت، ولا له طريقة سرية لا نعرفها؟ لا كان له طرق معروفه ومتسجله على المقابر. في مثلا مقابر بني حسن يبين لك كل الحرف الموجوده منها سباكه النحاس، وكان النحاس الاحمر اقصد. وطبعا كان فيه الذهب، لان طبعا حتى لو شفنا كل الاعمال اللي زي الحلي والاشغال المعادن كلها كانت معموله من
المعادن. يعني ايه اللي خلاني حتى افكر في موضوع البرونز في مصر؟ ما كانش في برونز بشكل زي النهارده. كنت تدخل المعرض او المتحف تلاقي اعمال الى حد ما كانت خامه البرونز. خامه البرونز كانت مش موجوده في مصر بالصوره اللي موجوده عليها الان. لاني انا لما اتخرجت من كليه الفنون الجميله وبدات اشتغل في النحت، حبيت ان انا عايز انفذ عملي من خامه البرونز. فبالتالي كانت خامه البرونز سر من الاسرار، وكان بيعملها بتتنفس بره مصر في ايطاليا او مش فرنسا. مش كتير في مصر بيشتغلوا عليها. ما كانش في حد بيشتغل عليها، كان قليل كده. حتى معظم الاعمال الكبيره اللي اتعملت في مصر في ايام الخديوي اسماعيل والاعمال الموجوده حتى الان موجوده في الميادين اتنفذت بره مصر في فرنسا وفي ايطاليا. فكان لازم ان لازم يجي نحات او يجي فنان يفكر ازاي يبقى هو البرونز. البرونز ما هو الا ايه؟ عباره عن ان انا باخد نسخه كامله من العمل، سواء كانت تمثال او غير تمثال. يعني ممكن تكون اله او ماكينه او اجزاء من اشياء عايز اسبكها بالنحاس او بالمعدن، اي معدن، فبحولها الى شمع واعمل عليها قالب، على الشمع قالب، وادخل القالب جوه الفرن. الشمع يسيح وينزل يسيب مكانه فاضي، اطلع القالب من الفرن واسيح المعدن واصب داخل القالب مكان الشمع المعدن. والمعدن انا بقول معدن لان اللي ينطبق على البرونز ينطبق على النحاس، على الذهب، على الفضه، بنفس التقنيه. ايه الفرق طيب بين البرونز والنحاس؟ البرونز خامه مكونه من نحاس وقصدير. النحاس زائد قصدير، يعني سبيكه بتتحمل الظروف المناخيه وبتدي نوع من القوه والبريق والشحنه في العمل الفني، فيها نوع من الدفء، نوع من القوه في احساس العمل الفني. تمام. احنا معانا لقطات في المسبك الخاص بالفنان السيد عبده سليم، ولقطات هنا يمكن بنقرب اكتر لبعض المنحوتات. الانتاج المتميز بقطاع المتخصصة واخراج احمد القلش وسيناريو واعداد زميل علي عفيفي. هو كان الفيلم مجمله بيديني ازاي ان انا ببدأ الفكرة برسم برسم وبعدين الرسم احوله الى نحت بالطين بالتشكيل، وبعدين اعمل عليه القالب، وبعدين ادخل القالب اطلع نسخه شمع نفس اللي دفعني في الاول ان انا افكر ان زي برونز. لما دخلت المتحف المصري ولقيت فيه قاعه كامله موجود فيها اعمال صغيره من النحاس الاحمر مسبوكه، تمثال الملك بيبي باين اعتقد، بيبي الاول، بيبي الاول وابنه. وغيره في اعمال كتير جدا. يعني يمكن هو ده معمول من النحاس الاحمر. وبعدين حتى كلهم كانوا معظم ما كانش في برونز في مصر القديم الا في اواخر الدوله الحديثه. لكن اللي كان شائع هو النحاس الاحمر. جاب من امتى؟ من تاريخ الحضاره المصريه القديمه لغايه حتى بدايه محمود مختار في دي لسه حديثة أو لازم نفكر. فلما بدأت أعمل والتجارب بدأت تظهر من شغلي في المعارض، بدأت الناس يعني تفكر إزاي، طب أنت فين؟ طب بدأت إبشان، اللي هي قرية إبشان اللي أنا مقيم فيها حتى الآن، مسقط رأس المعادن دي أسرار. لأن إزاي يصنع طيارة، يصنع صاروخ، يصنع ماكينة سيارة، يصنع أشياء حديثة مستحدثة، كل ده من تقنيات المعادن. وبالتالي المسابك المعادن اللي بتتعامل معاها المسابك. وبالتالي لازم يبقى فيه عندنا فيه تطور شديد في المسابك، والدوله تشجع دي مسابك خاصه كلها، دي مسابك بقى صناعيه. انت بتطالب ان يبقى فيه مسابك حكوميه او تابعه للدوله. بالنسبه للفن ما